السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بهذه الامراض اللي عطاها لنا الله كنحمدوا بها الله. واليوم حنا ثلاثه البلايص، ولا القرار اللي عطاوه لينا كيحمينا ويحمي الركاب، وحنا صابرين ليه حتى يحيد هذا المشكل. ما عندناش مشكل حنايا، انا صابرين، ما كاينش ضرر عندنا، حنا صابرين باش ما قسم الله غادي ندوزوا هذا الشيء. ما عندناش مشكل، نصبروا حتى يحيد هذه الازمه. وحنا الدوله كتحمينا وكتحمينا الدوله، وحنا مرحبا بهذا القرار اللي عطاوه لينا نخدموا به حتى يفرج علينا الله. حنا مازال ما عندناش المرض، ما عندناش الامراض، حتى شي حاجه نسبه قليله، خصنا نحافظوا على راسنا باش ما يكثرش علينا الشيء، باش نقدروا باش نحميوه، باش نحميوه هذا الشيء، نتعاونوا باش نحميوه، باش ما يطورش علينا. مازال ما عطاوناش، عطاوني شي شويه ديال الدواء، ما عطاونا لا ليكات لا والو. ني شيفورات خاصهم حتى هما يتفحصوا، اي شيفور خاصو يتفحص. لينا هو هادشي راه كاين ضرر، راه كاين ضرر. هادشي الشيفور خاصو يتفحص حتى هو، خاصو يتقلب بالواحد بالواحد، اي شيفور. هذا هو اللي كنقول لك، هو اللي خاص الدوله خاصها ديرو. والقرار يعني قرار عاملي من وزارة الداخلية، ما عندنا فيه مدخلة. بالنسبة للطاكسي راه كاين شوية ديال الضرر، لكن خاص هاد الطاكسي كبيرة أربعة البلايص، وطاكسي 240 مرسيدس ثلاثة البلايص. بالنسبة لهاد الحالة اللي كاينة دابا، يعني راه كل شيء بحال معك السيد سمير كراد. هاد القرار ديال ثلاثة البلايص اخويا، هي في هاد الحالة اللي كاينة دابا راه عادية، مسائل عادية، لأن كلشي غيتقبل هاد الشيء اللي واقع دابا حاليا. ولكن المشاكل اللي كاينة هي ما الطاكسي ما تيتعم، قالوا غنجيو غادي نديروا لكم الدواء، غنديروا لكم هادي، ما كاين حتى حاجة. انتم تشوفوا حاليا دابا انتم قدام الطاكسيات، ما كاينش لا دواء لا حتى حاجة، بنادم لا كاين الدعم، كاين هادي، ما كاين حتى حاجه. هذا هو المشكل اللي واقع عندنا هنا. اما الناس تقبلوا ذاك الواقع ديال ثلاثه البلايص بانه يدوا ثلاثه، وضروري راه باين الضرر، لانه راه هذاك الفلوس ديال هذاك بحال غير غيوصلهم هو، لان يلا غيكب المازوط غيعطي الكورتي غيشطره.